هاد فيديو لاندسكيب جبناه. هلا اول شيء بنعمل كومبوزيشن. طيب هلا انا حاب انه انتم تشتغلوا ما تشوفوا، يعني انه نبلش نشتغل سوا. كلكم جاهزين؟ هلا بنعمل كومبوزيشن، بنخلي المده 50 ثانية مثلا، 55 ثانية. بنحط الدقة 720 من هون. اي تمام، حسب الفيديو اللي عندي هذا دقته اتش دي، اذا حملته في الاتش دي بتساوي 1080 حسب الدقة الموجودة. ايه اوكي، بس خليها. هلا نزل فيديو، هلا نزلنا الفيديو لتحت هون. اول شيء بلش لونه اصوات فيديو، بنقدم لقدام شوي. هلا بنقدم لحتى يخلص الانترو. من عند ال 11 ثانية بنكبر شوي، بنقص من عند ال 11 ثانية. من هون بنروح على ال 11 ثانية أو قبل بشوي، يعني على 10 ثواني ونص 11 ثانية. بنكبس كنترول شيفت دي. قصينا الانترو. هلا بنحذف الفيديو اللي قبل، اللي تحت القديم اللي على اليسار، بالديليت بنكبس عليه ونكبس زر الديليت. تمام. هلا بناخذ الفيديو بنكبس على الفيديو ومنزحه على اليسار لحتى يصير هون. ايه هلا لازم نحذف هاي، لا تحته. ايه هاي بنحذفها، بنحذف الديليت. تمام، في شيء؟ ايه هلا اذا فرق يعني شوي شغلات بسيطه ما بياثر، بس يعني خلينا المهم نتدرب. هلا من هون بلشت الشاشه لونها اسود، وفينا نخليها لونها اسود اكثر. بنجيب بلاير يعني مشان الشغل يكون احترافي. بنروح على اللاير نيو سوليد، بنختار اللون اسود. هي للتحريك ال 2D و 3D، ما لازم هلا. لا ابدا. هلا بنكبس اوكي بعد ما اخترنا اللاير الاسود. هلا بنكبر على الاخر بهي الدويره الصغيره، بنكبر ناخذ لعند الثانيه وبنقص السوليد. بنروح على الثانيه ونكبس كنترول شيف دي. تمام، في شيء؟ عادي يعني عشان اذا في شيء. هلا قصينا ثانية بنحذف بعدها. لا هي اللي بعد بنحذف، نحن بدنا بالبداية الأسود بدنا إياه. هلا بنحذف اللي على اليمين فوق، بنحذفها، بنخلي عندنا بس الشقفة الصغيرة تبعت الثانية. تمام عندك. هلا ضل عندنا شقفة هي ثانية. تمام، في شيء عادي اللي قصيناها. هلا بنكبس على اللاير اللي قصيناه الشقفة الصغيرة تي الاوباسيتي، حرف التي، حرف كبست حرف التي. ايه تمام، طلعت عنا الاوباسيتي
نك بس على الساعة. هلا هون قيمة 100 صح؟ نمشي لقدام شوي قبل ما يخلص الليار بشوية بنساويها صفر. كانت الشاشة سوداء بتصير صفر. بيروح اللون الأسود بيقوم بصير ببين الفيديو اللي تحته. تمام. جربها. هلا نشوف كيف الفيديو صار يبلش. نروح على البداية ونكبس مسطرة. ايه بساوي بدي. ايه بس شيل هاي مكان هاي هاي مكان هاي. لا يعني في شيء عادي والله يعني هي هلا بنروح لعن ما لحد ما تخلص اللقطة هاي نضل مشغلين مسطرة نشوف. هلا من هون بتبلش تخلص اللقطة قبل ما تصير يغمق لونها تصير اسود على 6 7 ثواني. على 7 ثواني من عنا نكبس كنترول شيفت دي قبل ما يروح الفيديو هاد اللقطة. بنروح لهون كنترول شيفت دي يعني قبل ما يصير لونه اسود الفيديو ما ضروري بشكل دقيق تضل عم تطول. من هون قبل ما يبلش يروح الوقت كنترول شيفت دي. تمام. هلا بنكبس عليها لهي كنترول شيفت دي. ايه تمام يعني ما ضروري بالضبط. هلا بنمشي لقدام شوي بعد ما يروح لون اسود بلش اللقطة الجديدة. من هون بنكبس كنترول شيفت دي كمان. تمام ما ادري بالضبط يعني المهم هيك. تمام هلا صار عندنا 3 صح. هلا بنحذف اللي بالنص لانه لونه اسود بس بنكبس عليها وبنكبس ديليت. هلا في عندنا خيارين اما بنخلي هلا فينا نقرب هاي لهون هيك او فينا نخلي يصير شوي تداخل ونعمل شفافية او نعمل انتقالات. رح هلا طيب نعمل انتقالات. هلا بنكبس على هاي بنحط الفيديو الاول فوق الفيديو الثاني نرفع لفوق. ايه تمام. هل الفيديو الاولاني رفعنا لفوق هلا مشان نطبق عليه الانتقال. تمام هيك نكبس كبسة اليمين الفيديو اللي فوقاني اي رقم 1 افكت ترانزيشن انتقالات. رح ناخذ هي الكارد ثواني شوي هي راديال وايب. ايه راديا الوايب قبل اخر وحده. طيب هلا بنشوف كيف. هلا بنكبس اول شيء قلنا خلينا في تداخل بيناتهم بنشوف كيف. خلينا شوي تداخل بيناتهم الفيديو هاي خلينا شوي تداخل بيناتهم. اخذنا الفيديو الثاني هذا الفيديو الثاني خلينا شوي تداخل بينه وبين الفيديو الاول. تمام. هلا الفيديو الفوقاني ما اخترنا نحن هي الراديال وايد الانتقال مشان نبلش نشتغل عليها. نكبس ساعة بداية التداخل نكبس ساعة هون القيمة 0. لا قبل ما يخلص التداخل بشوي
من ساوي همية. من هيدا 7 شهر بس نشوف كيف هلا هيك صارت. هلا صار في عندنا تداخل بيناتهم صح؟ بنروح على بداية التداخل. بنكبس هلا على الفيديو الفوقاني، بنكبس كبسة اليمين، ايفكت، ترانزيشن، انتقالات، ترانزيشن، وبنروح على هاي الراديال وايد قبل اخر وحدة، بنكبس عليها. هلا هون طلعت عنا هاي، في هون ساعة مكتوب جنب ترانزيشن. هلا على بداية تداخل ما حطينا هاي الراديال وايد. ايه تمام، هاي الساعة رحنا على بداية التداخل محطوط صفر لحالها. نكبس على الساعة كبسة أول شيء، بنروح قبل ما يخلص تداخل بشوي لهون أو على النهاية نفس الشيء لهون قبل النهاية بشوي، بنساوي القيمة 100. نكبس هون بنساوي 100. 100 أول شيء تحت كلمة ريزل، تحت الكلمة هاي ليكو هون هذا موجود، هو صفر. ايه صفر، صفر بالمية مكتوب، صفر بالمية مساوية مية. لا كانت صفر. ايه هلا ساويناها 100. طب هلا بنرجع لورا بنشوف صار الانتقال. هلا نحن اذا بدنا نسرع ونبطئ الانتقال بنروح على الفيديو نفسه اللي اخترنا عليه التأثير، بنكبس سهم وفي هون قائمة قوائم، نكبس على الايفكت كمان سهم ثاني، كمان في سهم ثالث بتاع التأثير بيطلع عنا كيف فريمات. فينا نبطئ وفينا نسرع حسب ما بدنا. كمان جايين انه طبيعيون اكيد بدال ما كيفكم. هلا نروح على اللقطه اللي بعدها. من هون قبل ما تنتهي اللقطه القديمه بشوي، من هون نكبس كنترول شيفت بي قبل ما تنتهي اللقطه بشوي حسب ما عنده تقوى، ونروح لعند اللقطة اللي جينا كمان. يلا خلصوا أول شيء أصلا. هلا أنت ما عم تكسرها، لازم تكسرها الفيديو اللي بدنا نوصله تمام قبل ما تخلص اللقطة اللي جينا القديمة. لا هلا كمان بنكفي شوي لقدام لأنه هي صارت فوق الجديدة، بنكفي لقدام شوي لحتى يطلع لنا اللقطة الجديدة كمان. ايه تمام، كمان بدنا نعملها مرة ثانية بس على اللقطة الجديدة. كمان كنترول شيفت دي على اللقطة الجديدة. يلا هلا هلا اللقطة هاي الثانية. هلا فينا نخلي شوي تداخل اللقطة الجديدة مع اللقطة القديمة. هلا خلينا نستخدم التي الاوباسيتي، سوينا شوي تداخل الفيديو الجديد. تمام 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 مشان نعمل لا عملناها ايه ايه تمام تمام حذفنا الفاصل بيناتهم. انا لازم نقطع على الساعه تمام عملنا سطور. ايه على الممارسه يعني الشخص كل شيء بيفرق، يعني اذا حتى لو وصلنا انه نكرر نفس الشغله 4 جلسات يعني تفيدوا اكثر من. صح طيب. انا لاحظ الواحد الخطا اللي كان عم يقوله ايه بس هيك الدروس. هلا بنقدم لقدام شوي قبل ما يخلص تداخل، بنقدم لقدام، بنقدم لقدام قبل ما يخلص تداخل نساوي على اليمين. ايه على اليمين نمشي له شوي على اليمين قبل ايه قبل ما يخلص تداخل يعني بيناتهم. هلا بنساويها صفر، لا عفوا 100 100. ما عم نرجع
نشوف شنو صارت. انك بس مصر انك بس اوكي بس او انت ما تسمع ايه اهلا منك بس مصدرة شوف كيف صار الانتقال بيناتهم. هلا حسينا الانتقال سريع شو بنساوي؟ منزيح هاي حسب نحن شو موجود عنا. بس هذا الفيديو القديم خلص رح نقدم الجديد لقدام ونبطل رح ناخد شقفة من الفيديو الجديد يعني ونبعد بين الكيف هي معنا يعني نساوي تداخل أكبر بكثير. يعني هلا نروح الفيديو الجديد نفسه شو رح نقول ندخله شوي ايه نخلي تداخل أكثر لسا بيناتهم. وبعدها منزيح الكي فريم هاد كان هيك منساوي هيك منكبره ثانية يعني كل ما حركنا هلا نحن مو حطينا هون صفر وهون 100 ايه كل ما لا عم تزداد القيمه مو يعني الحاله حسب يعني حسب الرقم ليش هلا كمان نروح على الطلي بعدها هون هاي 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 مو هون هاي انا عم بتحمل هلا من هون قبل ما تصير لقطة هاي الجديدة لا ثواني شوي لا ما دخل ثواني لانه انتو قاصدين غير انا يعني هلا ثواني شوي بس هون قبل ما يصير تداخل بيناتهم هن عاملين اوباسيتي قبل ما يصير تأثير اوباسيتي من هون قبل ما يصير يخف لونها لهي اللقطة نكبس كنترول شيفت 3 ايه ما بيأثر يعني بس انه بشكل الشغل على اللي بعدها الشغل على اللي بعدها بس يعني انا قصدي على التقنية قبل ما تنتهي شوي نشوف هلا هون ايش يطلع هون صح؟ بلش يطلع فيديو القمر قبل ما يطلع فيديو القمر نشتغل مثله عشان الدرع هلا بنروح لبعد ما يطلع فيديو القمر هلا من بعد ما طلعت لقطة القمر بنكبس كنترول شيفت دي قبل القمر وبعد القمر هلا بنحذف هي الشقفة النصانية اي تمام هلا رح نخلي شوي تداخل بيناتهم رح نستخدم ماسك هلا هلا خلينا شوي تداخل بيناتهم صح؟ بنروح على البداية تداخل بنجيب بهي الأداة الماسك بنشوفه بنكبس عليها كبستين عم تعطت ماسك كبير على قد الفيديو فيني أنا أقص لحالي بإيدي بعمل هيك وبقص بس هديك يعني بشكل أدق بتصير طيب هلا بنكبس كبستين صار عندنا ماسك تمام صح لا اخذته انت ماسك انت كبست عليها كبستين صح هو لحاله عطى ماسك اوتوماتيكي ما فرق علينا ولا تمام هلا هون بنكبس حرف الام بنكبس على الفيديو اللي موجود عليه ماسك هذا لا هن عم بيعطوني انه اعدادات خيارات كذا
اللي عليه هيك خط هذا الاصفار اللي عليه خط الاصفار منك بس ام ام طلعت عندي كلمة ماسك صح؟ وكلمة ايه هلا هون عندي تحت ماسك باث وعندي ساعة بكبس على الساعة هون شكل عندي كي فريم هاي النقطة هلا بدي اعدل الماسك هو محل مو موجود النقطة هاي الكي فريم كبست الساعة انا صار عندي كي فريم صح؟ هلا بحذف هذا الماسك يعني مو بحذفه ديلت قصدي بكبس كبسة بالنص هلا صار فيني اتحكم بالماسك يعني ساوي الفيديو يروح هيك يختفي او يجي تمام يعني هي مثل الانتقالات بس احنا عم نتعلم كيف نصنع اي تمام هلا هون احنا عم بداية التداخل تمام شرح اكثر هيك هلا هيك كانت صح؟ كبسنا الساعة طلع عنا كي فريم هلا في عنا خيارين إذا بدنا نوفر وقت بنحرك هاد كي فريم لقدام بنحرك هاد كي فريم لقدام تمام؟ لعند نهاية تداخل أو حسب ما بدنا نحن يعني بدناها سريعة أو بطيئة الحركة هلا بدنا نساوي كي فريم تاني نكبس على الفيديو بالنص لعند بداية التداخل شوف كيف من هون ما حركنا كي فريم لهونين هلا بنرجع لورا للبداية نكبس كبسة بالنص على الفيديو كبسة بالنص وبعدين بنروح على الطرف من هون ونحرك هيك لحتى يختفي تمام حركناه هيك خليناه يختفي ايه تمام ايه بس ما شاء الله بس كنترول زد هلا بنشوف كيف صار الفيديو تمام هلا هيك نحن ساوينا انتقال صرنا نعرف نساوي انتقال من الصفر هو موجود انتقال جاهز بس نساوي من الصفر ايه بنرجع لورا وبنكبس مسطرة لقبل ما طبقنا لقبل التداخل بس بكبس مسطرة بقوم بيمشي الفيديو لحاله بطيئة عمكم شوفها لا قصدي يعني انه تمام قصدي زبطت معي ايه فينا نعمل هيك بالضبط اذا بدنا نحذف شيء معين بدنا نحذف نشاط هلا نشغل تمام نعمل سلايد شو عرض ايه فيديو
اي طبعا هذا بعد هذا البوست طبعا. طيب هلا هون احنا اشتغلنا صار عنا فيديو انتبه. هلا مثل ما قالت بدنا نحط لوجو ماشي. هلا اللوجو هو بالاصل بيكون مفرغ بالعاده بيكون بي ان جي حسب ما موجود عندنا اللوجو وين اي راح هو راح احطه انا موجود مركز الرواد لكم. هلا هو حسب انا الملف اللي بدي اياه فيني كبس كبستين وفيني انا اجيب الملف من هون هذا اسمه هيك ضل كابس على الفيديو على البرنامج بيطلع وبسحب لهون حسب يعني اسهل. لا سمعنا انه مو في تكون قائمه هي قائمه تاثيرات نكبس اكس طلعت عنا قائمه بروجكت. هلا هون جبنا اللوجو تمام بننزله لتحت نزلنا اللوجو لتحت شفنا شلون صار على قد الشاشه نحن بدنا نصغره بس بنصغره بالاس سكيل بنصغر اي بصير انا هلا عم حرك بالروت تبعت ماوس تمام وبحطه تحت على الزاويه هيك صار اللوجو ثابت اي ما بتحرك هلا بشوف ضل ثابت ضل ثابت هي مشان منع السرقة. ايه بالضبط. ايه وحتى فينا الواحد يعني اذا عامل شيء وما بده حدا ياخده مثلا. هي هلا عم بحكي عليها. بنكبر شو بدنا نساوي مشان نصير علامة مائية؟ بس نكبس تي وباسيتي بنخفف الشفافية صارت عندنا علامة مائية. لا ما بتروح. يعني ما عرف فينا حدا يسرق هذا الشغل صار مبين ما فينا يخفي ايه هذا يعني مشان يحطوا لنا شيء كمان ايه طبعا هلا هيك تمام ايه حط صوت بالخلفيه مشان اذا بدنا نحط اغنيه معينه او شيء معين حابين نكبس لا كنترول ايه ايه من حد نكبس على شيء وحده بنكبس كنترول ايه و كبستي كنترول ايه مو تحددوا الكل نحذف الصوت نكبس على كبسة الصوت هاي اللي جنب العين بسيطة. هلا نحن حددناهم كل لون ما نحن حددناهم كل لون اذا شلنا الصوت لوحدة رح ينشال الصوت للكل. كبسنا على الصوت راح كل شيء اصوات. هلا بندور على الغنية اللي بدنا اياها او اي شيء بدنا اياه معين وبنحطه بالفيديو تمام. مثلا انا عندي اي صوت طيب من هون اذا كان عندي موسيقى بس منزلها لحالها بتصير موسيقى. اذا كان عندي فيديو فيني احذف الفيديو خلي بس صوت. ايه نزلتها صارت اشتغلت دغري الموسيقى ما بيأثر هي صوت ما بين بس صوت هلا هن مسرعين الصوت ولا شو؟ لا هن هو قلت بس ما اسطرع لا هو اصلا مو له يعني بس عم نشوف طريقه هي الاطفال مثل الاطفال بس هلا انا بدي الصوت يكون معدوم بعدين يصير يشتغل بكبس على هاي السهم بكبس على الصوت اللي بدي اياه بكبس على السهم على الاوديو اوديو يعني الصوت وبكبس على الساعه ناقص مانو 40 يعني ما في صوت من ناقص مانو 40 ل 12 ديسيبل ناقص مانو 40 مختفي و12 على شيء هلا بخليه ناقص مانو 40 ما في ولا صوت
بروح لبعد مثلا 3 ثواني بساويها صفر. شوف كيف الصوت اشتغل. فوق الصفر تقوى. الصفر طبيعي، الصفر طبيعي. 12 لل 12 بصير قوي كتير عاليا. ما نشوف كيف. لا لا بيعلى. تمام. حسب انا حاطه ناقص 48، حاطه مثلا ناقص 30، بدنا نشوف كيف. هيك افضل. ايه طيب تمام تمام. بدي اعمل الصوت كانه فيديو مثلا. هلا نعتبره الفيديو الصوت صفر، رح خلي الصوت صفر. انا بدي الصوت يطلع من عند لما بتبلش السيارة. تمام. هلا بشوف من وين بتبلش السيارة. من هون مثلا، من هون بلشت السيارة. نطلع نشوف كيف. بكبس كنترول شيفت دي على الصوت، او فيني زحو زح. بزحه صارت بدايته لما بيطلع السيارة. عيدها. تمام عيدها ولا؟ هلا هون الصوت كان عم يبلش من البداية، انا بدي اياه يبلش من لما بتطلع السيارة. بزحه كأني عم زح فيديو، نفس الشريط بزحه لهون. تمام. ايه صار مثل الفيديو، ما في هون صوت، هون صار في صوت. تمام. كان هون. لا ما دمجته. الصوت يعني حسب ما انت بدك، ما بفرق. ايه اجباري هذا الصوت. لا لا على كل الصوت بيمشي فوق اي شيء يعني وين ما حطيناه. تمام. فيني انا اخفي الصوت بمكان معين، كمان بيك بيس كنترول شيفت دي بمشي شوي لقدام، كنترول شيفت دي بحذف المكان اللي بدي اياه، مثل الفيديو. مو تقريبا كلهم، كل شيء بالبرنامج هيك. بياخد من عند هاي الشخطة لعند هاي الشخطة زرقاء. انا حسب ما بدي بكبر وبصغر هيك، صار يخرج ثانيتين هيك، ستة هيك للآخر. يعني فرضا نحن عملنا تأثيرات مثلا عند الثانيتين وبعدين خلينا الفيديو عادي، ما بدنا نفتح الفيديو خلينا نفتح الفيديو. بدنا ننزح هاي العصاية، هي هاي مسؤولة عن التخريج وعن العرض. لا 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 ايه ما بقسى. لا لا اما اذا حاطه تحت ما مبين. تمام. لا في شغله ثانيه بعد ما بعرف شغله الاكسين، وفرضا حذفنا الفيديو الفوق طويل. ايه خلص هاد هاد ايه مثلا هون عملناه وحذفناه. ايه هلا ما عاد يطلع. هلا ابدا في بس لقطه من خلينا ضلت هاي اللقطه اللي خليناها نحن فعلا في شخص صوته. ايه بيضل بيكمل الاصوات. على ماس شغل على الماس. هلا هون الموسيقى انا نزلتها لتحت ملف الموسيقى. كبسنا لاير النيو سوليد، اخترنا اللون. اوكي هلا طلع عنا هذا السوليد على قد الشاشة. بدنا نختار بأداة الماسك، نختار هيك يعني شريط هيك حجمه مثلا اسهل. لا هيك رح يضغط كله بشكل هيك متناسق. نحن بدنا بس يضبط، وما فينا نصغر الحجم ونغير الحجم كيف ما بدنا. في شيء تمام. مثل ما قلنا بنكبس على السهم. هلا اذا بدي اغير الحجم انا، اذا بدي صغر او كبر. تمام تمام. ولا في شيء. هلا بدنا نخلي النص عربي، رح نجيب نص عربي. او فينا كمان نعمل خطين مثلا لونهم احمر فوق الشريط مشان يصير كمان احلى. فينا نعمل ديوبليكيت لهذا الماسك، نعمل له كنترول دي، كنترول دي بكبس عليه من هون اللاير مشان نساوي خطين، واحد من فوق واحد من تحت. يعني غير لون. فينك تعمل واحد اثنين جداد مشان نحطهم فوق الشريط هذا الابيض، بدي اخلي الشريط احمر والشريط من تحت. تمام.
ايه يعني في خط ايه هدول مش عم يخط جرب نعم ايه كنترول دي هذا مش يعني ايه بشو بالاداة البين لا ممكن هو لون والبرش مثل ما قلبنا ايه لا ما رح امشي الحال فينا ناخذ شو اسمه شيب لاير هي الشيب لاير هي بتجي جاهزه هي بس ما بنكبس على شيء بس يعني الله يكون الطريقه بتكون اياها ما بنكبس ايه فينا نعمل هيك مثلا هون ستروك يعني الحواء بالغرون خليهم هيك مثلا بس مثلا خلي لونهم هذا احمر افتح شوي والفيل يعني تعبيه نخليه ابيض نخلي ستروك 5 وهذا بصغره بس هذا يعني بالسكيل وهيك محط شوي هذا هلا في هداك اسهل يعني والله ما بعرف يعني حسب ما عندكم هلا في شغله كمان اذا بدي انا كبر كبر شلون بيصير بيصغر بيكبر بشكل متناسق كلياته انا اذا بدي بس العرض او بس الطول يكبر شو بساوي في عندي هاي الاداه مثل المشبك تبعت اللي بيشبكوا فيه الورق بكبس عليها بتقوم تختفي صار فيني غير الطول لحال والعرض لحال هيك اذا بدي انا اصغر الشريط من هون نرجع نعيدها بكبس اس سكيل سوا شيء الشيب لاير قبل سوا شيء هلا بدي اكبس هون مكان ما يكون فيه شيء اول شيء تمام بكبس هون وبجيب اداه الماسك بجيب اداه الماسك هي بس من النص طلع عندي شكل صح طلع عندي شكل جديد هذا اسمه شيب لاير يعني قصيت منه لشيء وصار عندي مثل ماسك هلا هون بختار هون الحواف قديش قيمتهم ستروك وهون اللون اللي بالنص طبيعه هلا انا بكبس اس سكيل هون اداه المشبك هاي ايه بشيل هاي اداه المشبك ايه هلا صار فيني اتحكم بالطول لحال والعرض لحال قبل كانوا كلياتهم يصغر الطول مع العرض ايه هلا صار فيني اشتغل مع كل وحده لحال هلا هي صغرت الشريط صار فيني اشتغل بالطول العرض يعني مثل ما انا بدي شلون افضل ايه لانك ما شلت هي لازم تشيلها شوف يعني رح نشتغل على الشيب لاير طيب عشان نوفر وقت هلا رح نعلي الحواف شوي نساويها 9 هلا الشيب لاير هيك شفت شلون صار عندك انت كمان شيب لاير صار هلا هيك صار عنا الشريط فينا كمان نرجع نكبره خليه هيك هلا بدنا نجيب نص بنروح على هذا البرنامج لسه يعني هي نسخة ما بتدعم العربي في نسخ حديثة على الانترنت نشوف بكتب هيك مقطش الكتابة طيب بدي اروح على قائمة فايل قائمة فايل عبد الرحمن قائمة فايل سكريبت عربي تكست هي اضافة مشان يصير يكتب العربي نكتب مثلا نتائج الدورة التدريبية الأولى سمع شيء ننزله هلا رحنا على قائمة فايل سكريبت عربي تكست وكتبنا النص طلعنا النص رجع عيد النص نكبس أبدي بيقوم بيطلع النص مش لحاله هلا فيني انا اصغر السكيل كبر السكيل وهلا بغير اللون مشان ما يتداخل مع اللون الابيض الموجود بالخلفيه تمام سوا شوي هلا هون هذا هو النص تمام يعني كتبت له النص ابنك بس أبدي تمام
Big Biscuit said Abdi. How much Big Biscuit said Abdi Big Biscuit? File. Script. Tamam. Arabic text. Info. بس هي هلا سمعت نك بس ابدي لا لا نحن نحن بنكتبها بعدين لحالنا بنحركها. هلا طلع عندي الكلمه هلا في عندي قائمة هون اسمها كاركتر على اليمين اسمع شوي هلا هون في قائمة اسمها كاركتر يلي ما عنده كاركتر وين ما عنده كاركتر بنروح على الويندو بنروح على الويندو تمام على الويندو إذا ما موجود عندنا هاي القائمة الكاركتر ويندو ورك سبيس بس وال لا عفوا بس ويندو وبعدين كاركتر ليك موجودة نكبس عليها تمام طلع تمام هلا مع انك بسنا اوكي هلا معكش كاركتر قائمة كاركتر نغير اللون من هون نكبس على هاد دبوس او من نكبس هون بالمستطيل نغير اللون على كيفنا مثل ما بدنا وليكن هيك غيرنا اللون هاد اللون الخط بالنص وفينا نحط له حواف مثل ما قلنا من هون هون هدول ثلاث خطوط ستروك الحواف من علي ومن من قلل الحواف ما رح تطلع حلوة بتطلع كثير كبيرة ما بنساوي خليها صفر وهلا هون مربع هاد اللون مو في تحته كمان مربع هاد المربع للحواف الافضل انه نساويهم اثنين نفس اللون هلا نحن بنزيح الكلمة لتحت على الخط تمام هلا هيك صار عنا تمام نكبس هلا بوزيشن بي بي بوزيشن نكبس على النص على النص ايه تمام نكبس بي بوزيشن هلا حطيت وقته هون بهذا المكان ايه هلا طلعت عنا البوزيشن نكبس على الساعة ايه 150 ما بتأثر هلا منزح شوي لهون لبرا طب رح عيدها رح عيدها كبسنا البوزيشن على النص ايه كبسنا على الساعة حركناها هلا لبرا ايه او فينا نستخدم طريقة تانية مشان ما نشتغل مرتين بنقدم الكي فريم لقدام هاد الكي فريم هاد مكانه بنقدمه لقدام شوي قدمته لقدام كي فريم وهلا ما بحرك العصاية محلها بزيح النص تمام طب نشوف كيف صارت هاي بس على الممارسة يعني ثلاث أربع مرات يعني بتصير سهلة هلا هيك صارت عنا حسب ايه طب صار شوي ما سويت كيف مثلا هلا هون انت شو سويت هون طب كيف كنترول زي كنترول زي تمام كمان كنترول زد ايه هلا هون هي كي فريم قدميه لقدام كي فريم وهي هلا من هون بنزح بدون ما نحرك بس ايه هلا هيك صار تكبسي شفتوا انت عم تزحي صار تحرك بشكل مستقيم Gracias.
اين مسطرة؟ لا عادي هلا هيك تمام؟ ايه هلا الكي فريم يعني بدل ما ارجع اسويها مرة ثانية هي صعبة هي الكي فريم هون مكانها ايه هي الأول وحدة سويناها بالأخير مشان ما نرجع نسويها مرة ثانية فيكم تشتغلوا بس هيك بتوفر وقت ايه وقت لابتوب بالعكس يعني لا هلا كمان حتى اذا سويناها اربع مرات هيك يعني بتخدموا جد انه يا ريت الحلقات هي هيك هدول اربع جلسات هلا هيك تمام ايه اذا احنا ما غيرنا الخط اذا بدنا نغير الخط بنكبس على النص تمام قائمة الكاركتر نفسها نختار في عنا هون مستطيل ما منزلين يمكن موجودين النصوص منكبس هون ومنقلب الخطوط حسب ما بدنا بيتغير الخطوط سؤالي بعد ما طلعت بعد ايه مثلا تدور هيك ولا دور 3D بدي ارجع شيلها طيب سامع شوي ايه راح هيدا ايه تمام نعيدة نساويها هيك طيب هلأ هي بدل النص بدل ما تكون بالنص راح هيدا مو هون هيك هي بدك بكبس هلأ هون انا بدي غير يعني هون بحرك على اليسار للنص بعد ما كبست الساعة وبقدم شوي لقدام بزيح النص بزيحه ما بخلي على النص بزيحه هيك يعني كأنه صار مثل شريط الأخبار ايه صار عندي كي فريم هون كي فريم هون رح شوف كيف هاي عم بيخرج ها شوف كيف تمام هلأ بدي اياها تكرر مرة تانية بقصة من هدول الحوار بعمل هيك بخلي بس شقفلة صغيرة بكبس كنترول دي بعيدة كنترول دي بكررها كنترول دي ديوبليكي بكررها كنترول دي لا هديك برمجة هي مونتا هلا هيك تمام هديك عن طريق البرمجة اما هي انت عم تشتغل مونتاج هنا ما بيستخدموا مونتاج بيستخدموا برمجة هلا اذا بدنا نخرج نكبس كنترول A وكنترول M ومنخرج نكبس هاي البست ثينجز اوكي اللوس ليسز منغير من اي في اي لكويك تايم ومنحط الاوديو على الاون اوكي نكبس على هاي البست ثينجز نكبس اوكي دغري ثواني شوي بست ثينجز طب بس شوفها شلون هيدا كنترول بكبس كنترول A ماشي كنترول A حددت الكل بكبس كنترول M طلعت عندي هي القائمة تمام البيست سيتينجز بكبس عليها بكبس اوكي واللوس ليسز هي الاي بي اي بحولها لكويك تايم والاوديو بخليه على الاون اوكي بتغير الاسم من هون وبس بكبس سيف ورندر برندر شوف الإعادة عدت مرتين بدنا نطلع هلا يلا بس عشان معي